بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 118. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم الحديث عبر هذا البرنامج، ونتناول إن شاء الله في حلقتنا هذه أحكام اللقطة وما يتعلق بها. فاللقطة بضم اللام وفتح القاف هي ما ضل عن صاحبه من المال غير الحيوان، وهذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته، وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه، ومن ذلك اللقطة. فإذا ضل مال عن صاحبه فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون ذلك المال مما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والرغيف والتمرة والعصا ونحو ذلك من الأشياء اليسيرة، فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف، لما روى جابر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل، رواه أبو داود. الحالة الثانية أن يكون مما يمتنع من صغار السباع، إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال، وإما لطيرانه كالطيور، وإما لسرعة عدوه كالظبا، وإما لدفاعه عن نفسه بنابه كالفهود، فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه ولا يملكه آخذه بتعريفه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، متفق عليه. ويلحق بالإبل ما شابهها من المذكورات. وقال عمر: من أخذ الضالة فهو ضال، أي مخطئ. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها لا تلتقط بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ويلحق بذلك أيضا الأدوات الكبيرة كالقدور الضخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه، فيحرم أخذه كالضوال بل هو أولى. الحالة الثالثة أن يكون المال الضال من سائر الأموال كالنقود والأمتعة، وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل، فهذا القسم إن أمن واجده نفسه عليه جاز له التقاطه، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول حيوان مأكول كفصيل وشاة ودجاجة، فهذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة: أحدها أكله وعليه قيمته في الحال، الثاني بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه، الثالث حفظه والإنفاق عليه من ماله ولا يتملكه، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه. ومعناه أنها ضعيفة معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب. قال الإمام ابن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف: فيه جواز التقاط الغنم، وأن الشاة إذا لم يأتي صاحبها فهي ملك الملتقط، فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها، وبين بيعها وحفظ ثمنها، وبين تركها والإنفاق عليها من ماله. وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط له أخذها، انتهى. النوع الثاني ما يخشى فساده بتبقيته كبطيخ وفاكهة، فيفعل به الملتقط الأحظ لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه أو بيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه. النوع الثالث سائر الأموال ما عدا النوعين السابقين كالنقود والأواني، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف عليه في مجامع الناس، ولا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه
قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. متفق عليه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها، الوكاء ما يربط به الوعاء الذي يكون به النفقة، والعفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ثم عرفها سنة، أي اذكرها للناس في مضان اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل سنة، أي مدة عام كامل. وكيفية التعريف أنه في الأسبوع الأول من التقاطها ينادي عليها كل يوم، لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى، ثم بعد الأسبوع الأول ينادي عليها حسب عادة الناس في ذلك. والحديث يدل على وجوب التعريف باللقطة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها، دليل على وجوب معرفة صفاتها، حتى إذا جاء صاحبها ووصفها وصفا مطابقا لتلك الصفات دفعت إليه، وإن اختلف وصفه لها عن الواقع لم يجز دفعها إليه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تعرف فاستنفقها، دليل على أن الملتقط يملكها بعد الحول وبعد التعريف، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها. فإن جاء صاحبها بعد الحول ووصفها بما ينطبق على تلك الأوصاف التي علمها دفعها إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، لنتابع الحديث معكم عن بقية أحكام اللقطة، والله الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.